أدري والله. كيف؟ يقول ليس عيبا أن تسقط، العيب أن لا تنهض. ولا لا؟ هذا كلام. الاسم الكريم طال عمرك؟ ماجد سالم الزلامي عتيبي. ونعم يا ماجد. معك زود الله يطول عمرك. عتيبي. ماجد سالم بخيت صح؟ يلا هلا. مين؟ تفضل. الله يطول لي عمرك، أخوكم شاعر ويكتب في القصيد. ومن الطائف والعمر 22. والباقي عندكم. العمر كم؟ 22. العمر كله. الله يطول طالب جامعي. يلا هلا. ما شاء الله تبارك الله. طيب خلنا نسمع شيء من القصيد. سبق وان طلعت قدام الامير امير محافظة الطائف الامير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز ال سعود. قدام قصيدة. اقول بديت بسم الله كفي كل الارزاق. اللي جميع الناس تسجد رضا له. يا مرحبا يا امير وكيف ينساك كيف الشي وخلي يجي وسط دله. يا مرحبا ترحيب من قلب واعماق. ترحيبنا اللي وارثينه جبله. بميرنا راع المكارم والاخلاق اللي هلا الطايف تجي تحت ظله. بميرنا راع المكارم والاخلاق اللي هلا الطايف تجي تحت ظله. اسمه وفعله كانها طلت اشراق نور الصباح اللي غطى الكون كله. اسمه وفعله كانها طلت اشراق نور الصباح اللي غطى الكون كله. من السعود اللي لهم كل ميثاق. تاريخهم من يوم الاجرب وسله. حكام عز ومجدهم نشف رياق اهل الكبود اللي عليهم مغله. سلام عليكم. تفضل ابو يوسف. يعطيك العافيه اخوي. الله يعافيك طول عمرك. انت عندك موهبه غير الشعر؟ والله ما تحطني بتلقاني لكن اللي مركز على الشعر. طيب وكيفك مع التجاره الالكترونيه والمتاجر؟ والله مالي نصيب فيها. ما ابدا. هل شفت نسخ سابقه للبزنس؟ يلا هذا البزنس ثلاثه، شفت بزنس اثنين، بزنس واحد. والله اني مطلع لكن ما بشده انا اخوك. اوكي لان هم المتسابقين لازم يستلم متجر ويستلم عمليه تسويق ويدير عمليه تسويق، هل شايف نفسك تقدر في هذا المجال؟ باذن الله، باذن الله تعالى، ما في شيء صعب. لا صعب ترى، ما هو بسيط، ترى ما هو عمل بسيط. انا اقول لك باذن الله ما في شيء صعب. يلا يعطيك العافيه. الله يعافيك طول عمرك. اخوي ماجد الالقاء والحضور عندك جدا مميزه. الله يرفع قدرك. طيب وش بتقدم غير الشعر مثلا في ساعات الريالتي طويله جدا؟ سلام. وش بتقدم في ساعات الريالتي طويله جدا ساعات الريالتي غير الشعر وش بتقدم؟ الشعر طال عمرك رساله، والشعر يجمع الثقافه ويجمع كلها تلقاها في الشعر. يا سلام. الله يطول عمرك وكلها. طيب. ان شاء الله ان نقدم علم الطيب. طيب يعني بتصيغ كل سوالفك بالشعر؟ اسلم. يعني سوالفك كلها بتقولها بالشعر؟ لا ما بكلها، بس وش المانع اني اقولها بالشعر؟ ما في شيء مانع. طيب انا انتهيت. عادل سؤال. اسلم. يا ابو سالم. لبيت. لبيت حاج. صارت مشكله بينك وبين متسابق ثاني على الهواء. يلا هلا. تمام. هل تحلها على الهواء ولا اذا انتهى البث تحلونها مع بعض؟ والله شف مشكله كبيره ولا اللي هي؟ لا اذا كبيره بحلها تحت الهواء، لكن اذا مشكله بسيطه لا بالله بحلها على الهواء ومنها استفيد انا ويستفيد اخوي ويستفيدون مشاهدين. وش تستفيدون؟ يستفيدون الكلام اللي بنقوله، العبره والاصلاح. وليش ما تحل المشكله الكبيره على الهواء طالما انها صارت على الهواء؟ لا المشكله الكبيره يمكن تكبر زياده. جميل. لان بحجمها حجم المشكله يمكن تكبر زياده. حنكه ودهاء وشاعر. الله يطول عمرك يرفع قدرك. جرب يوفقك ابو سالم. امني يقول وانا فوق. شيء؟ يلا يعطيك العافيه مو فوق. الله يسعد الوجه. الله يسهل امرك. اللي بعده اخر المتسابقين معنا والمتقدمين اليوم. السلام عليكم. والسلام ورحمه الله. معاكم نواف عطا الله البلوي. ياك الله. الله يبقيه. منطقه تبوك محافظه الوجه. منشد وريالتي عالي ان شاء الله اني اقدم اشياء كثير باذن الله. خلينا نسمع شيء. انا مسافر الليله لان ما بيد حيله زمان ضيعني ما ريدا يضيع زمان ضيعني ما ريدا يضيع. تبغى اذا بعد اغني شيلات ثنيات اغني كيف؟ تبغاني اغني بعد ثانيه؟
يعطيك العافية. الله يعافيك. رياليتي عالي هذه موهبة ولا؟ مو موهبة، سوالف مع وجهة الطيبة، سوالف معاهم أخذ وعطي معاهم. عادل؟ أنا ما عندي شيء. ما عندك شيء؟ وإبراهيم؟ غير الإنشاد يا. غير الإنشاد يقول لك إبراهيم وش عندك؟ موهبتي إنشاد ورياليتي بس. طيب ممكن تتكلم عن موقف مرة، لأن في ساعات رياليتي كبيرة شوي، الواحد لابد يقدم فيها أو على الأقل يحضر، إن نبي نبذة عن اللي بتقدمه في ساعات الرياليتي أو في ساعات البث اللي خالي من الفقرات عشان يكون يعني واضح لك بشكل أكبر. يعطي معنا مثل حاجات حصلت لي وزي كذا. أعطيه موقف طيب ممكن تتكلم كذا أي شيء. عطنا موقف حصل لك. والله مواقف كثير. المواقف كثير لكن المواقف ممكن ما ناخذ صار الصبح. المواقف كثير لكن ما حضرت عشان كذا اختفت الان. ابو ابراهيم يبي شيء تقنعه يعني. انفجأت فالقبول وجيت بدري جاي من تبوك يطلع عمر خط ويا رجال ما وصلت غير البارح. كيف تفاجأت بالقبول يعني ما توقعت تنقبل ولا شلون؟ مو قصدي ما توقعت اني انقبل. قدمت وجاني القبول وانا وقتها ما جهزت نفسي اصلا. ماسك خط 1500 كيلو. طيب بس انت كانت مقابلتك امس. مقابلتي اليوم كانت. ما كانت أمس؟ لا اليوم كانت مقابلتي. مو أنت اللي اعتذرت قلت أنا ما أقدر أجي؟ لا قلت لك وقلت له آخر مواعيد غدا. أيوه. قلت لك خلاص أجيك اليوم أحرك الحين. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أبو يوسف؟ نفس السؤال اللي بستمع. أنت شفت النسخ السابقة للبزنس؟ بزنس اثنين بزنس واحد تابعت شيء؟ والله تابعت كذا لقطات. لقطات عرفت الهدف الأساسي للبرنامج؟ إيه. إيش هو؟ اللي يكون عندك ريالتي عالي وانشاد واللي يكون عندك شيء يعني. البزنس مو هذا الهدف الاساسي. البزنس قصدك عن الاعلانات وكذا ولا كيف؟ المتاجر الالكترونيه. صحيح. طيب هل شايف نفسك يا نواف اذا استلمت متجر خلال اسبوع تقدر تنجح في تسويقه؟ ايه قد خضت هذه التجربه من قبل ما ولا؟ قد اخذت التجربه بس لو اني ابغى اسويها سويتها. كم عمرك يا نواف؟ عمر 24 سنة. العمر كله. بس شكرا. يعطيك العافية. الله موفق يا نواف. الله يسهل أمرك. الله أمامي. مرحبا فيك وبالجميع وشكرا لكم يعطيكم العافية. و في أحد؟ باقي واحد. تفضل تفضل. باقي واحد وتونا. إحنا متفقين سبعة. ها؟ أبو داعي أصبح. لا بس أنا تو متقدم جديد. السلام عليكم. عليكم السلام. إيش تبون؟ لا انت مرسلين انت تعال نبي اثنين برجر واحد بيتزا. لا انت مرسلين الجوال تقول تعال. وين الرساله خلينا نشوفها. جوال ياخذوه. شو اسمك؟ شو اسمك؟ انا ايه محمد بن احمد. من وين يا ابوي؟ من الرياض. كم عمرك؟ فيكم تخوفون انتم. كم عمرك؟ 21. انت 21؟ 21 ولا 21؟ وقصده 21 سنه متزوج. ايوه لا 21 سنه. اه اوكي. عندي ريالتي عالي متذوق للشعر انشان منشد ومثل. انشد سمعني. انشد يلا نبغى نسمع. ما خذ نفس خذ نفس ارتاح. اعطى صوت صدى كنترول. يخوف يخوف ابو ابراهيم. يخوف لا تتوتر. باي مخوف. طلعوه. اعطيك المله حق الكاو. لا لا اذا نزلت من المسرح اذا نزلت اعطيك معلومه. اذا غادرت المسرح من غير ما تنشد يوجد شرط جزائي موجود في الرساله اللي وصلتك. فانشد قبل لا تدفع الشرط الجزائي. وش شرطه؟ انت حاط منشد في ال... نعم أنا منشد ريالتي ممثل. سمعنا. أو تدفع 150 ألف شرط. 150 ليه؟ خلاص بنشد بنشد. سكريبت من قده سكريبت من قده سكريبت من قده سكريبت مجد من الكويت مشى سكريبت من أعذب الأصوات. الله يمسيكم بخير جميعا وبالتوفيق للمشاركين وبالتوفيق لكم إن شاء الله. وخير من يقيم. يعطيك العافيه لكم ان شاء الله. مرحبا ننتظرك هناك في العشر من الاخبار. حياك الله. يعطيكم العافيه. بعد ان انتهينا من المتقدمين اللي كانوا مع محمد مناحي ابي اسمع من اعضاء لجنه التحكيم الكلمه الاخيره وبعدها ان شاء الله بنروح
للشباب اللي رصد الدرجات. أبو إبراهيم كلمتك الأخيرة في هذا اليوم وما لامسته وما شاهدته من خلال المجموعتين. والله من خلال ما شفته اليوم كانت المجموعة الأولى في الحضور جيدة، أنا أتكلم كمجموعة كمجمل، يعني ظهر منها 4 أسماء أفضل من في التحضير أكيد وفي الجاهزية وفي الحضور، كانت المجموعة اللي كانت أفضل من المجموعات اللي كانت معنا البارح، كان في حضور المجموعة أداءها المجموعة الثانية أداءها متواضع جدا. أتمنى من المجموعتين اللي بتحضر بكرة يكون عندها التحضير عالي. لما نسأل أسئلة أكيد لما تقول أنا جيد في الرياليتي في ساعات الرياليتي أنا واقعي أنا، فأكيد أنه بنسأل إيش بتقدم بالضبط، فجهز نفسك إيش بتقول، والله يوفق الجميع يا رب. أبو يوسف كلمتك الأخيرة من خلال ما شاهدته. والله اليوم مجموعة كان الرياليتي عندهم جميل، ولكن زي ما قال أخونا أستاذنا أبو إبراهيم المشكلة أنت لما تكون منشد أو شاعر وتيجي للجنة ومو مجهز ومو محضر، يعني أنا أستغرب، يعني أنا اللي أعرفه لما أنا أروح أقدم لأي جهة أكون محضر الشيء اللي أنا بقدمه، يعني أنا رايح أنا متجه وكاتب أني أنا شاعر أو أنا منشد أو أنا مقدم، يمكن المنشدين قدموا يعني يمكن كانوا محضرين، بس من أول يوم الشباب اللي يجون في التقديم اللي يجي في التمثيل اللي مو محضر شيء عشان يقدمه للجنة، استغرب صراحة. وامس نوهنا وقلنا يعني ايضا ما ادري اللي بيجون بكرة ما قاعد يشوفون البث، يعني امس تكلم ابو ابراهيم على نفس الموضوع، انا توقعت بيجون، لا تزال نفس المشكلة قائمة. ما ادري، ويمكن بعض الاحيان انا اجي اعطي العذر لما يجونا شباب صغار بالسن أول مرة، رهبة اللجنة، رهبة الستيج، رهبة الإضاءة، الكاميرات لها رهبة، ربما يرتبكون، ولكن الارتباك خليني أقول يعطيهم تقييم سيء، نتمنى لهم التوفيق. يعطيك العافية عادل حبيبنا. الله يعطيكم العافية جميعا. أعتقد المجموعة أتفق مع أبو إبراهيم إن المجموعة الأولى كانت أقوى بكثير من المجموعة الثانية، مع أني أنا أعتقد كذلك بالأجزاء المجموعة الثانية لو لم يخرج منها إلا أحمد علي العنزي أتوقع كفى وفى، متفائل إن شاء الله بإذن الله بالأسماء التي تم اختيارها والأسماء اللي اخترناها اليوم بإذن الله. الله يعطيك العافية. مباشرة أعزائي المشاهدين ننتقل إلى محمد مناحي والصورة تذهب إلى هناك حتى نرصد الدرجات ويعني ورأي لجنة التحكيم والإعداد وأيضا الجمهور من خلال مشاهدتهم يعني اللجنة اليوم ومن خلال ما شاهدوه في المجموعة الثانية. محمد مناحية بترك لك يعني تأخذ انطباعات الشباب على الهواء حتى نرصد الدرجات، الكلمة لك. سم الله يبارك فيك ويبارك في يسمع. نبدأ بزميلنا وأخونا الفاضل طلال، إيش رأيك؟